وبهي الفترة يلي منمر فيها بنهاية كل سنة لحتى نرجع نعيد الكثير من الأمور بحياتنا، واليوم ضمن فقرتنا رح نتعرف سوا مع ضيفتنا الأستاذة فاتن نظام، مدربة تنمية ومهارات على الخطوات الصحيحة نحو التغيير الإيجابي بحياتنا. صباح الخير أستاذة فاتن. صباح الورد. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك فاتن. مثل ما قلنا نحن نهاية العام، ودائما مع نهاية كل عام نعمل جردة بكثير من الأمور اللي مرت بحياتنا، وبنبلش نفكر إنه في كثير قصص يمكن لازم ما عملناها، وفي كثير قصص لازم عملناها. بنبلش نقول السنة الجاي لازم نعمل واحد اثنين ثلاثة. قديش فعلا نحن قادرين نعمل جردة لحياتنا ونقول إنه نحن بدنا نحقق الهدف اللي عم نسعى له خلال مثلا عام 2020؟ هي حقيقة موضوع التخطيط، يعني كلمة تخطيط لسنة 2020 اللي نحن بنقول عليها 2020 إن شاء الله تكون سنة خير للجميع، هي فكرة إنه أنا كيف بدي أخطط لأهدافي. يعني نحن بنعتبر دائما فكرة إنه قلتي إنه نحن بنقدر، طبعا بنقدر، وقت أنت يكون في عندك أهداف صحيحة، أهداف واضحة، أهداف محددة، أنت قادرة، وخصوصي إمتى بتقوى هي القدرة؟ ما تصير في عندك إنجازات خلال هي السنة. يعني نحن مثلا بال 2019 أولا حطينا عدة أهداف وعدة مثلا أمور يمكن حددناها من بداية، وقت أنت توصلي لهلا لآخر الشهر، هذا الشهر الأخير يلي نحن بتلاقيه ثلاث أرباع العالم إنه الحمد لله خلصت السنة، وفي كثير عالم بتقول يلا إن شاء الله تكون سنة خير. تخلص من قد ما نسيها. في ناس هيك. هي الفكره هي قديش هو عنده كلمه الاخفاقات هي اعلى. يعني احنا في عندنا صوت الاخفاق بيكون اعلى، وفي كثير عالم بتلاقي لو انجاز صغير بتلاقيه هو صوته اعلى. نحن فكره الانجازات او في الاخفاقات كل ما كان الانجاز، يعني ما ضروري الانجاز يكون انه كثير مهم، ولكن كونك انت عم تعملي عده انجازات خلال السنه، فانا بقول لك لا، انت معناتها قادره انه انت تخططي للسنه الجايه. فنحن كثير مهم عندي فكره التخطيط. يعني نحن مثلا بنقول انه انا ما سنة، في كثير عالم بيقولوا ايه انا ما بعرف خطيت، يعني كيف بدي احط اهداف؟ خليها على البركه، خلي الامور. لا، في شيء اسمه فوضى، يعني بصير في فوضى. هي اكيد الامور على البركه، ولكن هي فكره انه انا مثلا لا بدي احط هدف، بدي اشتغل عليه. لانك انت ما في الصبح ما يكون في عندك الارجاي على الاستوديو، عندك سعي انه انت بدك تكون حلقتك كثير حلوه او مرتبه، هذا الهدف مجرد ما وضح الهدف فانت صار عندك الاستعداد، وحتى الانجاز حيكون عندك اقوى. نعم، يعني في كثير من الاشخاص دائما بيقولوا لا انا بدي رتب اموري، مثل ما ذكرتي هي النقطه من شوي، ولكن يمكن في ضياع بالحياه، او عنده او ما عندهم القدره لوضع اهداف محدده، او ما بيعرفوا شو بدهم اليوم. يمكن كيف فينا بهالكم يوم قبل ما تخلص السنه ندرب حالنا لحتى نحن نكون واعيين على الاهداف يلي صار بدنا اياهم؟ يمكن ظروف صعبه مرقت علينا، صار فينا يمكن ناخذ قرار انه نحن بدنا هذا الهدف وبدنا هذا الهدف وبدنا 100%. يعني احنا بنقول انه انت كيف بدك تخطط؟ في عندي طريقه للتخطيط. كلمه انا بدي اخطط فايتها على سنه جديده، انا بقول لهم اعتبروا السنه الجديده كانه بيت فايت عليه بيت جديد. فانت مثلا بهذا البيت في عندك غرف، تمام؟ انت شلون بدك تحطي الاساس اللي بدك اياه بالغرف؟ يعني احنا في عنا الغرف هي حياتنا، في عنا مثلا في ناس بتقول على المجال العلمي انا بدي اشتغل عليه، في ناس بتقلك على المجال مثلا الجسدي، في مثلا بتكون ناس صحتها منيحه بدها تعمل مثلا تنحف حالها او تعمل ضبط امورها، في ناس بتقلك على لا المهني على المالي. في كثير عالم يمكن كتير. فاتن بتسمعنا بتقول هذا الحكي كثير جميل بس ما بقدر اطبقه على ارض الواقع، لانه احنا عشنا ظروف حرب وسنوات حرب ومعيشه قاسيه. يعني بتلاقي انه انا اي هدف بدي احققه ما دام بدي احقق لقمه العيش اليوم، يعني صارت هي الاولويه بالنسبه له. فهيدا الحكي بتلاقي في كثير من الناس بتقول لك انه جميل بس انا ما بقدر يعني يكون جزء من حياتي. يعني في كثير من الناس بيقول لك انا اب عندي خمس اولاد، بدي فيها من الصبح خلص شغلي واركض للحق مثلا تكون في لقمه طيبه اخر النهار. خليني هيك حكون معك. نحن اذا كنا بدنا نحكي بهذا الطريق وهذا هذا السياق، فمعناته نحن رؤية يعني اكثر من وجهه نظر، عم نعطيكي امثله. بس هي الفكره اذا انا بدي اشتغل على هذا المبدا معناته انا حضلني محلي، معناته حنصفى على اخر قاعده اللي هي بالاحتياجات هي اكل وشرب ونوم، تمام؟ فمعناته انا ما عاد بقى ارفع بس طموحي على اي مجال ثاني او اي شيء ثاني. نحن الفكره اللي هلا مثلا ذكرتي حاله انه مثلا اب عنده اولاد وبده يشتغل ويامن حاله،
طيب هاي في معناتها أولويات صح؟ فنحن وقت نشتغل على التخطيط نحن في عندي أولويات، في ناس عندها أولوياتها اللي هي المعيشة والمالي، فمعناتها أنا بخطط صح إنه أنا مثلاً معناتها بدي لا يمكن عمل تاني، بدي أشتغل شيء تاني تمام بركز عليه، هذا كتير مهم. هو ليش إنه التخطيط حلو والأهداف حلوة؟ هي إنه بتركزي على الهدف، يعني ما بقعد أنا بشتغل بأمور تانية تمام مثلا بامور مثلا لا تتناسب مع الاولويه، فانت بتشتغلي بالاولويه الصح. فانا مثلا في عندي وضع مادي مثل ما قلتي ظروف الى اخره، فانا معناتها بدي اشتغل على الوضع المالي انا حاسه من هذا الوضع المالي، او انا بدي كمان شوف انه في عندنا مثلا امور احيانا صغيره بس هي كثير بتروح يمكن اموال، فمشان هيك نحن لازم نجزئ بالطريقه الصح. تمام. سيدة فاتن، يعني في كتير منغصات بتمرق بحياتنا بتوقفنا، بصير عنا يمكن فقدان أمل، ما بقى فينا نحط خطط، دائما يمكن بيقولوا بهي الأيام لازم نفتح الوراق ونشوف شو حققنا من الأهداف اللي قررناها بالأول 2019 وشو لازم نقرر لل 2020. اليوم كيف فينا نحن نتجاوز فكرة الفشل؟ كيف فينا نتجاوز أي شيء مرق معنا بحياتنا يمكن أثر علينا وخاصة نفسيا بشكل كتير كبير؟ كتير مهم أنه نكون نحن صادقين مع حالنا، يعني كتير حلو أنه نحن نشتغل هلأ كوننا عم نعمل مثل شلون جرد شو عملنا بال 2019، كتير حلو أنه أنا أشوف شو الإخفاقات اللي صارت عندي وشو الإنجازات، ولكن نحن دائما ما نقول أنه نحن ما نعمل هي القائمة لا بكون بطريقة نرجسية أنه أنا كله إنجازات وأنا الناجح وإلى، ولا بنفس الوقت أنا بشتغل على جلد الذات، أنا بكون واضح مع حالي صح، يعني أنا برتب أموري. بمعنى دائما في ناس بتقلك أنه أنا ما عندي كان أهداف واضحة وكان عندي عدة أمور بس أنا ما حسيت فيها أنه مثل ما بقول انه شعرت بالتحفيز لانه استمر. فانا مثلا بنقول انه انت مو نحن عم نشتغل طول الوقت توثيق صور والى اخره، هي مجرد ما انت عدتي بالصور بالشريط هذا الصور اكدتي على المراكز اللي انت حسيتي حالك انه ضحكتي صح، ابتسمتي، حسيتي بالفرحه صح، هي بتعطيني توكيد صحيح لذاتي. بمعنى انت بصير قادره انه انت تتجاوزي اي موضوع واي اخفاق. الاخفاقات ما تنقول احنا كلمه اخفاق، هو كتير على فكرة مهم الإخفاق. الإخفاق هو بيعلم، يعني هي تجربة. يعني مثلا في كتير مثلا ناس بتقلك أنا كان عندي إخفاقات هالسنة بالعلاقات الاجتماعية، أنا كتير مثلا الناس تغيرت علي. في ناس بتقلك لا أنا كان عندي إخفاقات بالمواضيع المالية. فأنت كل واحد حسب إخفاقه، ولكن من القدرة الشاطر اللي فينا أنه هو دائما بتطلع أنه ان شاء الله لا خير ولا افضل، بتطلع بالنص الكباية المليان تمام. بس أكيد. لا اللي هنن هيك، نحن بنحاول دائما لانه لتكملي حياتك الاولى الامل ما فيك تكمليها، لانه انت بتتعرضي لكثير من الظروف القاسيه فدائما بتتفائلي، بس في كثير من الناس مثل ما قلت لك حتى المحيط الاجواء السلبيه، لانه هلا الناس بتقولي لك كيفك مثلا، بتقولي انا تعبان، بيجي بيرد عليك بيقول لك انا تعبان اكثر منك، يعني هذا الجو السائد ما تسمعك حتى. ايه فخلينا نحكي الخطوات الصحيحه اذا انا بدي بلش مثلا سنه 2020، خليني فعلا رتب اجنده، لانه مثلا بال 2019 تعرضت لظروف قاسيه كثير من الاهداف ما قدرت احققها، شو هي الخطوات الصحيحه لاقدر انا ابلش السنه بقواعد صحيحه؟ نحن اول شيء معلي خلينا نطلع بال 2019 شو حققت وين وصلت، كثير مهم انا وين وصلت. يعني انا مثلا باي جانب انا كنت قوي فيه حددت اول نقطه. ثاني نقطه اللي هي مهمه، الانجاز هو على قدر الدافع، انا قديش بحب هذا الموضوع اللي بدي اشتغل عليه. بعدين انا بشتغل على الاولويات، بمعنى انا بحدد الاولويه اللي انا بدي اشتغل عليها بالاساس. هلا نحن في فكره كثير مهمه على المتفائلين والمحبطين، حياتنا هو الصاحب ساحب، يعني انت حسب دائرتك، حسب دائرتك هو بصير في عندك قوة الإنجاز، وهي حقيقة صحيحة 100%، لأنك أنت العشر أشخاص خلينا ننزلهم أكثر على الخمس أصدقاء اللي هن حواليك، يمكن مو أصدقائك يمكن أهل، أحيانا بيكونوا من أهل البيت هن عندهم ما عندهم هي تبع التفاؤل، هي عنده إحباط إنه عشو عم تعملي، شو عم تشتغلي، ما حتصلي. فأنا كتير مهم أنا انتبه على السمع عندي، لانه هو السمع احيانا انت حابه يعني حتى الطاقه الايجابيه بلشي بنهارك شو ما كانت ظروفك
بابتسامه قولي نهاري رح يكون حلو نوعا ما. النفسيه بتلعب دور يعني مثل ما قلتي، الصاحب هو اللي فعلا بيسحبك، يا بيسحبك للاجواء السلبيه يا بيسحبك للاجواء الايجابيه. هو القرار هو من عندك. هو القرار دائما هو القرار ذاتي طبعا. انا شو حابه انا بجلب، سواء انا بدي ايجابي سواء سلبي. بس عنا حقيقه التفكير السلبي هو اكثر. يعني انت كل ما بتقولي ما هيك ما بتسمع شو ما بتسمع خير ان شاء الله في شيء بضحك. في عالم انت بتحسي حالك بتقول لك انه انت ليش بتجي كل يوم عم تضحكي؟ طب انه ايه يعني الله يعني مثلا حلو انه مثلا يوم اي يوم لا. هي الفكره هي احيانا نحن عدم تقدير انه نحن اوكي خلينا نبتسم. كثير حلو الابتسامه، هي حقيقه بتفتح كثير افاق. فنحن ترتيب الاولويات، الاتقان للشيء اللي انا بدي اياه. في نحن عندنا قاعده هيك طريقه هيك حلوه بنقول عليها 5 نون، اللي هي دائما انت باي معمل بدك تشتغلي فيه، باي هدف بدك تشتغلي فيه، هي بتشتغل على 5 نون. شو هن ال5 نون؟ اول شيء هي النيه. يعني انا بمعنى انه دائما انه انا بدي مثلا اكون ناجحه هالسنه. وكثير حلو حطي شعار لك، هي بيقولوا ليك هلا عم تقلي شعار وكذا ونحن هلا عايشين. انت حطي شعار وتكلي على الله وبعدين النيه. 2 المباشره، نحن في عنا مشكله انه انا مثلا انه انا حاطه اهداف وعندي اهداف كثير بس كيف بدي بلش؟ بس كيف ما بدي بلش؟ وكلمه الاول فعل لا فعل انه بكره ان شاء الله. الشغله الثالثه اللي هي عباره انه انا نسابر على الشيء اللي انا عم بشتغله، دائما في عندي المتابعه، دائما بقول الاستمراريه تساوي النجاح. يعني مو انا اليوم بدي اشتغل وبكره بدي نام لبعد الظهر، فهي الفكره الثانيه. وبعدين بنشتغل على مبدا التخطيط وبعدين بنقيم امورنا بالشكل الصحيح. نعم استاذه فاتن، خلينا هيك نحكي شوي. كثير في من الصبايا يلي داخلين هلا جديد على سوق العمل عندهم عدم الثقه بحالهم، كيف فينا الصبيه او كيف فينا الانثى، خلينا نروح للصبايا اكثر، يقووا الثقه بحالهم مع بدايه عام جديد، مع بدايه عمل جديد، مع بدايه حياه زوجيه جديده، مع كل بدايه في ثقه جوات اي سيده او اي انثى او اي صبيه تمام. لازم هي تكبر. شو هي الطريقه الصحيحه؟ هلا نحن بنقول الثقه هي عباره، الثقه تساوي الانجاز والنجاح. كل ما زاد عندك النجاح كل ما زادت الثقه. هي هيك هيك هي هيك العلاقه بيناتهم. نحن بالنسبه للصبايا هلا فايتين على العمل الجديد، طب هذا العمل الجديد قد ايه هو بيمثل لهم؟ نحن دائما في عنا اذا انت حابه الموضوع انت بكل قوتك وطاقتك واسلوبك تشتغلي عليه. يعني انت حابه مثلا تطلع صورتك حلوه فانت بكل المقاييس تشتغلي على هي الصوره. فنحن مثلا هذا الصبايا هل هن بحاجه للعمل، بحاجه مثلا يمكن نخليها ماديه، او هن عندهم شغف انه يمكن انا اشتغل هذا الموضوع. هذا الصمت نحن نشتغل على هاي الاساس، فهو بصير لعنا بلا شعور بتبلش ترفع الكتاب، بصير عند الثقه بالنفس اكثر، وبنفس الوقت ببلشوا يتابعوا مزبوط وفوتوا على سوق العمل بقوه وليس بضعف. يمكن كثير مثل ما قلتي فاتن من الخطوات لازم فعلا ناخذها مع بدايه عام 2020، قد ما كانت الظروف قاسيه وقد ما كان بدنا نكمل الحياه، فلازم نكملها بشوي من الامل والتفاؤل، لانه لولا فسحه الامل ما بنقدر نعيش كلياتنا. بدنا نشكرك على وجودك معنا ست فاتن، ونتمنى فعلا سنة 2020 تكون يا رب سنة خير وبركة على جميع الناس. إن شاء الله يا رب، وبنعاد عليكم تكون سنة خير للجميع بتحقيق الأمنيات، وكل واحد شو حابب شو بيتمنى. إن شاء الله يا رب. شكرا كثير.